مرحبا أحبابي، كيفكم؟ شو أخباركم؟ هاي اليوم نحن في بحيرة بالدي سبور مع الأطفال، هاي لولو، هاي البطاط، مساكين جوعانين، ما في أكل، وتلج، درجة الحرارة ناقص 8، ووضع مأساوي للمساكين. جيتك يا لولو، جيتك جيتك يا لولو، جيتك. مبسوطة يا لولو بالتلج؟ مبسوطة؟ والله ما حلو اللعب بالتلج يا لولو، هلا بتبردي لولو.